ما ياسمين سنانها بتوجعها قوي. يا نهار ابيض، يعني انت مقوماني من النوم مخصوص عشان سنانها بتوجعها؟ طب انا اعمل لها ايه يعني يا رانيا؟ اتعاطف معاها؟ لا يا عادل، ما انا جبت لها الدواء وبقت كويسه قوي، بس بكره لازم الصبح توديها الدكتور ضروري. اوديها للدكتور طب انت مقوماني من دلوقتي ليه يعني حضرتك؟ عشان البس من دلوقتي؟ لا، عشان امك. ايه عشان امك دي؟ امك مصره تطلع لحمه عشان تسيحها عشان بكره، وانا بقى بصراحه يعني كده قررت ان انا اعمل بكره فراخ. طيب يا رانيا، ايه المشكله؟ سيح اللحمه واعمل الفراخ زي ما انت عايزه. يا عادل انت دايما كده تبسط الامور يا عادل، ده انت مش ممكن. بص يا حبيبي، من البديهي ان انت بكره صبح هتودي ياسمين عند الدكتور، والدكتور ده عيادته فين؟ في العباسيه، وميدان العباسيه فيه احسن واحد في مصر يعمل الكولسلو. ايه الكولسلو ده اللي في مصر؟ اخس عليك يا عادل، مش عارف ازاي مش عارف يعني ايه كولسلو. كولسلو يا عادل، كولسلو سلطه الكرنب المهشمه اللي بحطها جنب الفراخ. سلطه الكرنب المهشمه؟ مظبوط، دي جامده جدا. الساعه كام بالليل سلطه الكرنب المهشمه؟ تصبح على خير يا رانا، تصبح على خير. فعلا في العباسيه هو الراجل. ماشي ماشي. يا رنا ما ينفعش، لو كذبنا عليها المرة دي مش هتثق فينا بعد كده. يا عادل احنا مش هنكذب عليها، احنا هنخادع بس. معلش يا بيبي، معلش يا حبيبة قلبي، دلوقتي هتخرجي مع بابي وهيجيب لك شوكولاتة وبونبوني كتير قوي وطقم اسنان بلاستيك بالمرة. مش فاهمة يعني انا لو كلت مصاصة وبونبوني هبقى كويسة؟ لا طبعا يا حبيبتي مش هتبقي كويسة، لو كلت شوكولاتة وبونبوني سنانك هتبوظ. سنانك دي حلها الوحيد انها لازم تتخلع. ايه في ايه؟ لازم يا جماعه اصارحها يا جماعه، دي طريقه كويسه جدا في تربيه بنتي. انا بتبع طريقه ان انا اصارحها ولكن برفق، اصدمها ولكن بشويش، ارعبها لكن بالراحه كده يعني. شوفي يا حبيبتي، بابا هياخدك لدكتور السنان عشان يعالج سنتك. انا خايفه قوي يا تيتا. لا يا حبيبتي ما تخافيش، ما هو هيطلع لك سنه مكانها. يا ماما اللي انت بتعمليه ده كده هتخوفي البنت، يعني ايه هيطلع لها سنه بدلها؟ بصي يا ياسمين يا حبيبتي، السنه دي لازم تتخلع، ولما تتخلع هتوجعك وهتخر دم، وبعدين كمان لو ما قعدتيش ثابته بقى على الكرسي اللي هو مليان اجهزه مرعبه دي وزز والحاجات دي هتتعاقب يا ياسمين. مش عايزه دكتور، مش عايزه. ايه اللي انت بتعمله ده يا عادل؟ عجبك كده ليه كده يا عادل؟ يا جماعه سيبوني بس اربي بنتي بطريقه. اوعيلي اوعيلي بعد اذنك. ياسمين يا حبيبتي ما تخافيش، الدكتور قبل ما يخلع لك السنه دي هيديكي حقنه بنج كبيره كده اهو جوه في سنانك، فما تحسيش باي حاجه خالص وهو بيشيل لك السنه بالكماشه الجامده دي. لا انا عايزه حقنه. يا ياسمين يا حبيبتي، يا حبيبتي انت لازم تروحي الدكتور، لان دي هتبقى اكسبيرينس هايله هتتحط في السي في بتاعك. مش عايزه سي في. يا جماعه غلط كده، احنا بنأجل المشكله وده مش صح، لازم نواجه ولازم نقتحم عشان نخلص على طول. بص يا ياسمين، السنه دي لو ما اتعالجتش هتتشال، وهيتشال سنه تانية وتشال سنه ثالثه لغايه ما بقك يفضى خالص، وده ممكن ياثر على سمعك. لا يا بابا، لا يا ماما. بص يا ياسمين يا حبيبتي، احنا هنروح لدكتور السنان عشان نجيب مصاصه وشوكولاته. بتضحك عليا، مفيش اصلا دكتور سنان بيبيع مصاصه شوكولاته. ايه ده، مين اللي قال لك؟ لا بالعكس، ده هو دكتور سنان انا اعرفه يعني، بس ايه الحكايه مش ماشيه معاه قوي، ففاتح كشك جنب اللي هو ايه الكرسي بتاع السنان ده اللي جنبيه المعدات بقى اللي هي بتاع الزز بالحاجات اللي هي المرعبه دي، عامل كشك كده هو ولا ايه؟ ايه ما تخافيش. ها ها ايه ياسمين بنتي، بنت عادل سعيد تخاف؟ لا لازم تقتحمي، لازم تخش بجرأة وتخش بقوة. بنت عادل سعيد، بنت مين؟ عادل سعيد. ايدك فين؟ يلا بينا. ويشلك مناخيرك بالمصر. ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. ايه يا سوسن، لسه في حالات بره؟ في عيلة صغيرة باي. عجية صغيرة؟ سوسن انت عارفة موقفي كويس قوي من العيال، انا ما بحبهمش، ما بحبش اكشف عليهم، بيخشوا يتنططوا على الكرسي ويقعدوا ينهقوا ويرفصوا. لا يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسلك. يعني لا تيجي بوكيا ولا بعد بوكيا ولا بعد بوكيا. بعد بوكيا ايه؟ احنا لاقيين ناكل، دخليها خلاص. اتفضل الدكتور من تزينة. دكتوري من تزينة؟ شكرا. يا كميلة قطة، يا اختي يا كميلة بطة، شايفة الدبدوب ده يا حبيبتي عارفة بيعمل ازاي؟ كاك كاك كاك. بيعمل كاك كاك.
شفت الدكتور لطيف ازاي يا ياسمين وبص بيهزر معاك ازاي؟ يلا يا دكتور البس لها بقى الماسك وغني لها عالم سمسم عالم سمسم في سمسم رمضان. سمسم يا بيه؟ ما هو ده اللي بيسوس اسنان الاطفال. لا هو يسوسها لو حضرتك غنيته كتير يعني، لكن حضرتك ما تغنيش كتير يعني. حضرتك انا لطيف طبعا لطيف قدام البنت والبنت واخداني ان انا قدوه يعني، فعارفه ان انا لطيف فحضرتك يا ريت تضحك معايا يعني. تعالي يا حبيبتي تعالي ماما اطلعي اطلعي اطلعي. يلا ياسمين يلا ياسمين. خايفه ولا ايه؟ لا ما تخافيش ما تخافيش. يلا حبيبتي يلا نقتحم زي ما قلنا نقتحم نقتحم على طول. يلا هوب الجرأه وريني الجرأه. برافو عليك يا ياسمينه. برافو شكرا. شويه اقعدي يا حبيبتي ما تخافيش خالص يا حبيبتي افتحي بقك. ما تخافيش. بصي خدي ده خليه معاكي العبي بيه واخر القعده هباخده منك. ما تخافيش ما فيش حاجه في ايدي خالص اهو. مش مهم ده افتحي بقك. يلا يا ياسمين افتحي بقك. يا بس معلش يا دكتور مخضوضه شويه يمكن مش عارفه تفتح بقها ازاي. افتحي بقك كده اهو يا ياسمين. بصي سلام من قبل ما رب الرحيم. ايه ايه ده؟ ايه الكهف اللي جوه ده؟ ايه سنانك دي عليها احكام ولا ايه؟ احكام ايه يا دكتور؟ انت مؤكد ماشي بسنان والدك؟ حضرتك لا يعني لو بتتكلم يعني على السنان وانها مظبوطه وكده، حضرتك دي وراثه عندنا في العيله يعني. انا مثلا واحد من الناس بهتم بسناني جدا بغسلها مرتين كل شهر. واضح واضح. تعالي يا حبيبتي انزلي يا ماما. ايه انزلي يا بابا. يلا إيه مش هتعمل لها اسنانها ولا اقعد يا بيه. حضرتك ايه اقعد يا بنت اولى يا بيه بنت وهي فاتحه بقها. اقعد يا بيه اقعد. افتح بقك يا بيه. افتح بقي. افتح بقك يا بيه. افتح بقك يا بابا. حضرتك لا مش عايز افتح بقي ما ينفعش يعني افتح بقي. انت خايف ولا ايه؟ لا خايف من ايه يا حضرتك افتح بقي ازاي يعني؟ يا دكتور بابا ما بيخافش ما بيخافش هو بس ما بيعرفش يفتح بقه. بص يا بابا افتح بقك كده. حضرتك يلا انتش السن اجيب لك الكماشه انتش السن على طول من بقها وهي فاتحه بقها. متاخر خلاص نزلت وانت طلعت. افتح بقك. حضرتك لا مش عايز افتح بقي حضرتك. يا حبيبي افتح بقك انت خايف ولا ايه؟ يا رياض يا صبكي افتح بقك يا بابا معلش هيتوجعك شويه تخر دم شويه. يلا بس يلا يلا اقتحم خد الدبدوب. حضرتك لا مش عايز افتح بقي حضرتك انا جاي اعالج البنت مش اعالج نفسي حضرتك يعني. خش يا حبيبي امسكوه. ايه ده ما دام الحكايه كده هو بجد يعني حضرتك. خلاص انا مرتب اصل اسناني ترتيب معين يعني فعشان ما تغيروش حاجه مكان حاجه عشان لما باجي اقطع كل حاجه والنرب. يا بيه اخلص يا بنت هتعرفنا شغلنا ولا ايه؟ امسكوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالي يا ياسمين قولي لي عملتي ايه عند الدكتور؟ رحت للدكتور وخلع لي سنتي وعلمني اغنيه يا شمتي يا شموسه خدي سنه الجاموسه وهدي سنه العروس. سنه الجاموسه؟ انت اديتهم سنتك يا عادل ولا ايه؟ ايه يا ماما؟ معقوله يا ماما مش قدام البنت مش قدام البنت؟ بابا عايزين كل يوم نروح للدكتور. طبعا اتبسطت عند الدكتور ما انا وديتها عند الدكتور ميكي اصلا. بابا الدكتور شيف؟ ها 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 وبعدين ياسمين؟ ايه ياسمين شاف ايه؟ شاف سنان بابا؟ ما شافش اي حاجه يعني هو دكتور اساسا بتاع اطفال فيعني شاف سناني فاتخض طبعا يا عيني غلبان. الدكتور بيقول ان بابا سنانه بتقع ولازم يعمل عمليه. يا نهار ابيض يا عادل ايه يا حبيبي هو انت بقيت تمر بسن يأس ولا ايه؟ امر بسن الياس؟ انت بتتكلمي عن جوزك يا ماما وانت بتتكلمي عن مامتك. يا سلام طب مامك هي قاعده مامته مالها يا حبيبتي؟ امك هي اللي مركبه طقم اسنان وهي عندها 3 سنين. خلاص يا جماعه خلاص احنا هنختلف على حكايه الدكاتره والسنان عموما يعني ده موضوع بسيط يعني والحمد لله حاجه سهله وعدت والدكتور كان مخضوض بس ما فيش اي حاجه الحمد لله. ايه يا بابا فين الشجاعه؟ انت بابا ياسمين يعني لازم تقتحم. يا اخوانا هو اي كلام بقوله بيرد تاني في وشي ولا ايه؟ جرى يا عادل هو انت خايف تروح الدكتور ولا ايه؟ لا مش خايف ولا حاجه بس انا عارف انا عندي ايه يعني انا عندي اللثه بس فيها كوبلن ضارب فانا هاخد بالي يعني وانا بمضغ في الملفات ان شاء الله. عادل انت عيان ومش عايز تروح للدكتور؟ يا نهار اسود. يا ماما عيان ايه يا ماما مش عيان ولا حاجه كل ما في الموضوع ان ياسمين مش فاهمه يعني. بقول لك ايه ولا ياسمين ولا انا ولا انتي نقدر نفتي في الموضوع ده الدكتور الوحيد هو اللي يقدر يفتي برغم معلوماتي الواسعه والطائله في طب الاسنان. اي افتاءات وخلاص يا عادل اوعى اكون كلت حاجه من الشارع. يا ماما كلت ايه من الشارع يا ماما؟ ما كل الناس بتاكل من الشارع عادي انا سناني زي الفل ما عنديش اي مشاكل خالص كل ما في الموضوع ان دكتور السنان ده عايز يعمل شغل على بقي يعني.